السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينا. النهاردة هنعمل توقعات الأبراج المائية لشهر 10 أكتوبر 2021. وقبل أن نستهل هذه التوقعات، أود أن أحط ملاحظة، فمن فضلكم المنشور اللي ننزله للأسئلة المجانية هقدر اجاوب يعني وقت ما اقدر، مش لازم مرغوم عليا او لازم عليا اني اجاوب وقت ما تكتبوا. انا كمان عندي حياتي الخاصه وعندي عملي وعندي العيله بتاعتي، يعني وقت ما يتسنى لي ذلك ساجيبكم كما اعمل كل مره. شكرا لتفهمكم، وسنبدا دلوقتي مع اصحاب برج الحوت. نشوف اولا الطاقه العامه لاصحاب برج الحوت الحاليه. طاقة أصحاب برج الحوت الحالية عندكم نوع من الانتظار، يعني في حاجة تنتظروها. البعض منكم يعني محتاج فلوس، محتاج انفراجة مادية، والآخر يعني عندكم طاقة حزن عميقة بسبب ظلم ظلمتم به، والظلم ده يعني أنتم عاوزين يعني كارما تقع على الإنسان ده. طال صبركم وطال انتظاركم لهذه الكارما ولم ترون أي شيء، فأنتم في الطاقة الحالية بهذه الطاقة يعني اللي ذكرتها دلوقتي لأصحاب برج الحوت. نشوف دلوقتي إزاي هتكون طاقة شهر 10 أكتوبر 2021. طاقة كويسة، في تحرك، في اندفاع، في مساعدة من الغير، وفي تحديات كمان. عندكم نوع من شهر 10 نوع من اندفاع غير مسبوق لعهده، يعني هتمروا بمرحلة ما مريتوش بها من قبل، وتكون عندكم إرادة يعني عمركم ما حسيتوا بيها، والإرادة دي هتساعدكم إن شاء الله على أنكم تتقدموا في بعض المجالات أنتم كان عندكم نوع من الركود فيها. طب إيه هي الحاجة اللي هتخرج منكم في شهر أكتوبر 10 2021؟ الحاجة اللي هتخرج من حياتكم إن شاء الله، وهي انتظار الكارما دي اللي تكلمنا عليها في الطاقة الحالية بتاعتكم. انتظار الكارما دي اللي شفناها في الطاقة الحالية بتاعتكم، الحاجة اللي هتخرج خلاص يعني الكارما هتتحقق إن شاء الله، يعني فيه جزاء هتاخدوه في يعني قدام الانتظار ده اللي انتظرتوه، يعني هيكون في حركة مش زي الركود اللي انتم فيه دلوقتي. دي يعني الركود ده هيخرج من حياتكم ان شاء الله في شهر اكتوبر. طب ايه الحاجة اللي هتدخل في حياتكم ان شاء الله؟ هاكدني الحاجة اللي هتدخل. البعض منكم اللي عمل عمليات نزع سحر او ناوي يعمل عملية نزع سحر وهو حيران دلوقتي في شهر اكتوبر ان شاء الله، الناس اللي نزعت السحر هتتخلص من السحر ده والاعاقات او العراقيل اللي قدامكم، وهتفرحوا ان شاء الله. عفوا 3 اوف كابس، في فرحه ان شاء الله وانتصار على يعني نزع عفوا الطاقه السلبيه دي اللي كانت عندكم، سواء عملتوا عمليه نزع سحر البعض منكم بالضبط. دي قراءه خاص عامه مش خاصه، فممكن تنطبق على البعض ولا تنطبق على البعض الاخر. فهتتخلصوا في شهر أكتوبر من الناس اللي نزعوا السحر، هتتخلصوا من طاقة السحر ده، تتخلصون من عراقيل اللي كانت قدامكم، وعندكم فرحة إن شاء الله في الشهر ده. فيه مش فرحة واحدة، عدة يعني أفراح إن شاء الله، وربنا يبشركم بالخير. أوكي، دي عامة هنخلط الكروت ونشوف تفصيليا ناحية المال والأعمال هل هيكون فيه تغيير ليكم؟ يا سبحان
بسم الله، في فرحة زي ما قلت لكم، بدأت ببلوكات وانتهت بفرحة، بكارت الفرحة. شوفوا كده، الماضي العملي بتاعكم والمادي كان عندكم يعني نوع من الركود التام في حياتكم، سواء ماديا حتى اللي بيشتغلوا، يعني عندكم ركود عام، حتى ولو كنت بتشتغل يعني دايما الفلس او القرش اللي بيدخل في ايدك من ايدك بايدك دي هيخرج من الايد الاخرى، يعني ما عندكمش توازن في حياتكم رغم التعب، كل التعب ده اللي بتتعبوه دايما، يعني تشتغلوا تنالون كل النقود دي بعدين يفضل معاكم الا القليل، دايما بتعانوا من الحركة الفلوس دي اللي ما تبقاش معاكم دايما، ودايما عندكم يعني طاقة سلبية وتفكير سلبي مخليكم دايما يعني تتقوقعوا على نفسكم وتدخلوا في حيرة كبيرة وتتسألوا ليه ايه هو سبب العراقيل دي اللي عندكم والتي أرضتكم أرضا، يعني أسقطتكم أرضا وانتم تعبانين جدا من الطاقة دي الماضية. حاليا إن شاء الله يعني وبداية شهر أكتوبر فيه تقدم زي ما قلت لكم من الجانب العملي والجانب المادي. الجانب العملي إن شاء الله حيكون فيه تطور زي ما نشوف هنا الـ 8 of Pentacle، فيه تطور إن شاء الله في العمل، وفيه يعني بعض، يعني مش بعض، فيه البعض منكم مبلغ مادي حيدخل ليكم إن شاء الله من ناحية 17 18 لغاية 19 أكتوبر إن شاء الله. في تحرك في العمل، في إنتاج جديد، في حاجة جديدة هتدخل حياتكم من الناحية العملية والمادية، واللي هي اللي هتخرجكم من يعني العراقيل دي أو التوقيفة دي أو تعطيل الحال ده اللي عندكم حاليا، زي ما نشوف الكروت خروج الفارس ده من الحالة دي اللي كان فيها. آخر الشهر إن شاء الله المال والأعمال كروت كلها كويسة تبشر بالخير، كلها كروت كويسة تبشر بالخير. البعض منكم سينال عمل بدون ما يشقى للبحث عنه، هيجيله من عند ربنا مساعدة من عند إنسان مقرب، أو هتتعرفوا بإنسان هيساعدكم على الإيجاد العمل ده. آخر أسبوع في شهر أكتوبر للناس اللي بيشتغلوا والناس اللي دلوقتي حاليا يعني تعانون من أزمة مادية، آخر أسبوع شهر أكتوبر 10/2021 حيكون فيه تطور ملحوظ وانفتاح بوابة الحظ عندكم، وحتبدأ طريق العمل بتاعكم والأموال بتاعكم في تحسن، يعني الوضعية المادية والعملية في تحسن، فلا تكتئبوا. عارفة إنكم تعبتم كتير بس أنتم قدها وقدود، يعني هتبدأوا تغيروا في مجال الطريق بتاع العمل بتاعكم وكمان يعني في الفلوس. ده كان الجانب المادي والعملي. نمر دلوقتي لجانب الصحة والسفر. جانب الصحة والسفر هنغير الكروت وناخد كروت لغة كروجي. ناحية الصحة والعمل، عفوا، الصحة والسفر، شوفوا هنا الكارت ده جاب المقلو، مفيش رقمين، في رقم واحد فيتقرأ وهو معتدل، والكارتين دول عشان يظهروا كل الكروت قدامكم. غالبا البعض منكم حاسس انه مفيش تطور للحالة الصحية بتاعته،
البعض منكم يعني محتار في صحته، والبعض الآخر محتار يعني إنه يكون السبب الصحة، يعني تعطل السفر أو المرض اللي هو فيه أو التعب اللي دايما بحسه، في ألم في المفاصل، ألم في الرأس، تذبذب في النظر كمان، يعني بتسمعوا نوع من الزفير في الأذن، وأوجاع في البطن، يعني إسهال أو حاجة أخرى، إمساك. فالبعض منكم شاكك إنه في طاقة سحر هنا، في طاقة سحر هنا وموجودة حقيقة، يعني مش الشك بس عندكم، الكارت ده بيأكد إنه في يعني طاقة سحر عندكم. البعض منكم عمل عملية تشافي، البعض منكم عمل عملية تشافي من سحر ونجح في ذلك، يعني سواء ذهبتم عند إنسان بينزع السحر أو حاجة زي كده، بس عملتم نوع التشافي ده، بدأ يعني تظهر بوادره بعد جمود كده من الوقت. حاليا هنا بنشوف الورقة دي فيها رقمين، وهي بالمقلوب، ورقة المستشفى وهي بالمقلوب، يعني في خبر كويس إن شاء الله هيجي لكم، بس أنتم هتكونوا في حالة نفسية مش كويسة، انتم يعني بقيتكم مش عندكمش حاله نفسيه كويسه، حاولوا انكم يعني بالكارت ده حاولوا انكم تخففوا على نفسكم شويه وترفهوا على نفسكم شويه بتغيير مكان، يعني بالذهاب يعني نهايه الاسبوع الى مكان يعني راحه والاستجمام، الى يعني اي مكان كده فيه هدوء وفيه نقاوة من الهواء وفيه يعني نضرة جميلة، عشان تخرجوا من حالة الجمود دي وحالة يعني عدم الطمأنينة على صحتكم وعلى حياتكم وعلى مستقبلكم. الكارت ده لما جاب المقلوب يقول انه فيه بعض منكم مريض او شاكك انه عنده مرض او اي حاجة، وهو دلوقتي يستنى في نوع من التحاليل، يعني نتيجة التحاليل او الاشعة، بس ابشروا خيرا، في اول اسبوع من شهر 10 2021 هتكون الخبر خبر كويس، على انكم يعني الحمد لله ما عندكمش حاجة. بس البعض الاخر اللي هو مصاب بمرض خطير، يا اما سرطان يا اما ورم، و لا يوجد دي كومبليكاسيون، يعني حصلت له من نوع من المضاعفات في صحته، وتطلب ذلك يعني فلوس عشان يعمل تحاليل او يسافر عشان يعمل عملية او حاجة زي كده، وانتم دلوقتي يعني في حالة عدم الرضا على الحالة اللي انتم فيها دلوقتي. البعض منكم هم ناس يعني عندهم تفكير كويس، حكماء وعقلاء، كانوا بيدخروا منذ مدة زمنية يعني معتبرة، عشان كده يعني هيلاقوا المبلغ ده اللي هيدخروه عشان يقدروا يريحوا نفسهم من الضغط ده اللي تسبب فيه المرض ده. السفر غالبا هنا البعض منكم يعني بيلاقي عراقيل فيما يخص السفر، وهو دلوقتي عاوز يعني ياخد قرار نهائي، على يا إما يكرر المحاولة يا إما يتوقف من المحاولات دي، لأنكم تعبتم يعني بتكرار عدد المحاولات، ودايما بتكون المحاولة فاشلة. زي ما قلت لكم تعبتم، دايما طريقكم مسدودة في محاولتكم للسفر، بس أبشروا خيرا، الكارتين دول بيأكدوا أنه في نهاية آخر أسبوع لشهر 10 أكتوبر 2021 هيكون فيه تنقل، أو يعني تعزلوا من بيت لبيت أو من بلد لبلد، في سفر في حركة. البعض منكم هيكون بعيد عن المدينة التي يقطن بها، والبعض الآخر هيغير يبشانجي كومبليتمون دو، يعني حتى هيغير مكان الإقامة بتاعته في بلد آخر إن شاء الله. دي أخبار كويسة لكم يا أصحاب برج الحوت. نمر دلوقتي للجانب العاطفي لأصحاب برج الحوت. أعطي
الصدر عن الضوضاء اللي حاملينها القطط. يلا الجانب العاطفي هنشوف اذا كان في ارتباط للمنفصلين، عفوا للعزاب اللي هم ارامل او عمرهم اتجوزوا او مطلقين. هنشوف كمان يعني العلاقات اخرى. عجلة الحظ فيه رجوع وعودة لمنفصلين، زي ما نشوف كده العجلة دويل عفوا دفول ده يعني المجنون، حرية انطلاقة جديدة ورجوع حبيب بعد الانفصال. شوفوا كده، والبعض منكم الرجوع ده هيكون بترسيم العلاقة نهائيا، سواء كنتم مطلقين او عمركم ما تجوزتم، كنتوا في علاقة غرامية مع انسان بتحبهم بتحبوه ويحبكم. في تحرر من طاقة الانتظار دي لما سابكم الانسان ده، في عودة وترسيم علاقة ان شاء الله اللي هم عزاب ان شاء الله بقدرة ربنا. هيقولونا ايه الكارتين الثلاثة الاخرين. عاطفيا اللي هم متجوزين وعايشين في علاقة باردة، حاسين انكم يعني خذلتم من طرف الانسان ده، وعاوزين تتفكروا انكم يعني يا اما تطلقوا يا اما تلقوا الحل النهائي للوضعية بتاعتكم. غالبا الزوج هنا يعني بيشوف انكم عندكم سذاجة، عشان كده هو بيستعمل دايما الحيلة والحنكة عشان يعني يقنعكم في القعاد معاها. البعض منكم الإنسان ده نرجسي يتعامل معاكم بقساوة، والبعض الآخر يعني بياكل بعقلكم حلاوة، يعني بيقول لكم كلام عاطفي وكده 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 عشان تصبروا، بيقول لكم الأولاد والبيت وحاجات دي من كل حاجة، بس هو في نفس الوقت يعني عنده تواصل مع حد آخر، امرأة أخرى أو رجل آخر حسب المشاهد للفيديو، كنت رجلا أو امرأة. هنا غالبا اللي هم في علاقة باردة، يا إما أنت في علاقة ثلاثية يا إما زوجك بيتواصل دايما مع ستات أخريات، وأنت لاحظتي المعلومة دي عشان كده أنت صابرة ومستحملة عشان أولاد الأولاد اللي ما بينكم أنتوا الاتنين. عندنا the three of pentacles وعندنا كمان the temperance وعندنا two of pentacles. هنا غالبا البعض منكم اللي انتم يعني في صدد الطلاق هيكون فيه نوع من التراجع من ناحية الزوج، يعني 20% فيه طلاق للأسف، بس 80% هيكون فيه رجوع بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الزوج هنا بدأ يسترجع يعني الأوقات اللي مضيتوها مع بعض الأول. ليه فيه تغير؟ هو بيطرح على نفسه السؤال ده، ليه حصل كل التغير ده في حياتكم الزوجية؟ فهو بكارت التمبرس يسترجع بعض الأحداث التي حصلت ما بينكم ويقارنها بدلوقتي، وعاوز يعرف إيه سبب الخلل اللي أثر في العلاقة عشان توصل للدرجة اللي هي فيها دلوقتي. أوكي، اتكلمنا على اللي هم عزاب، اتكلمنا على اللي هم في علاقة باردة، واتكلمنا على اللي هم يعني في صدد الطلاق. ناخد دلوقتي نصائح الملائكة هتقول لكم ايه اصحاب برج الحوت. دقيقة من فضلك. Thank you.
اعتذر. ناخد دلوقتي نصيحة الملائكة لأصحاب برج الحوت. نخلط الكود كويس. ايه هي نصيحة الملائكة بالنسبة لكم؟ يعني هنا بيقول صبرا جميلا، وزي ما انتم شايفين هنا يعني في صدر الست فيه ساعة، يعني صبرا جميلا الحاجة اللي انتم بتستنوها جاية لكم لا محالة ان شاء الله. يعني نصيحة ملاكك الحارس بيقول لك ايه، انك ان كل الصبر اللي صبرته هتنال يعني الجائزة بتاعتك او الحاجة اللي صبرت عشانها ان شاء الله، وهتوصل ليها إن شاء الله بقدرة ربنا. نمر دلوقتي لأصحاب برج العقرب ونشوف إيه هي الطاقة الحالية بتاعتهم لأصحاب برج العقرب. يلا أصحاب برج العقرب غالباً يعني 80% من بينكم بيستنوا توقعات كده يعني إلا العاطفية، وخاصة الناس الستات اللي هي متطلقة عاوزة يا إما كارما يا إما رجوع الإنسان ده عشان تنتقم منه، أو حباً ليه عاوزة يرجع ليها، في حالة يعني انتظار لرجوع حد سابكم في الماضي. والبعض الآخر يعني معاد الطاقة العاطفية، انتم بانتظار تحرك الحالة اللي انتم فيها دلوقتي. غالبا انتم البعض منكم بدأ مشروع وعاوز يعرف يعني ايه ازاي هتكون النتيجة بتاعته، والبعض الآخر يتطلع لآفاق جديدة فيما يخص العمل او يعني الحياة العاطفية او حياته بأكملها. نمر دلوقتي نشوف إيه هي طاقة شهر 10 أكتوبر 2021 لأصحاب برج العقرب؟ إيه هي طاقة الشهر ده ليكم؟ طاقة الشهر لأصحاب برج العقرب زي ما قلت لكم هتنالوا الحاجات اللي كنتم مستنيينها منذ مدة زمنية طويلة. هتقدروا يعني تختاروا الحاجة اللي انتم كنتم عاوزينها. غالبا البعض منكم يستنى كتير، وخاصة الناحية المادية والناحية العملية، فهيكون في حركة إن شاء الله في تحقيق الأمنيات بتاعكم واحدة ورا واحدة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. هنشوف دلوقتي إيه هي الحاجة اللي هتخرج من حياتكم في شهر 9، عفوا شهر 10. شهر 10 لأصحاب برج العقرب هيكون فيه تحرر من طاقة لعلاقة ثلاثية. غالبا زي ما قلت لكم تطغى على القراءة دي العاطفة، مش أنا اللي بقول، الطاقة اللي هي جمعتها من التعليقات اللي حطيناها في المنشور. فغالبا هنا البعض منكم هو دلوقتي في صدد المحكمة أو في طريق التشافي من آلام واكتئاب الانفصال ده اللي عشتوه بسبب علاقة ثلاثية. طب ايه هي الحاجة اللي هتدخل لحياتكم ان شاء الله في شهر اكتوبر 10؟ قلنا تدخل وجاء النايت اوف وانز، في حاجات عملية هتدخل وعاطفية ان شاء الله في حياتكم. لا ولا اروع، استرجاع حقوق واموال، في كمان ترسيم لعلاقات، وفي كمان يعني تغيير مكان عمل او الحصول على العمل. دي هي اهم النقاط اللي هتصادفكم ان شاء الله في شهر اكتوبر 10 2021. نمر دلوقتي للجانب العاطفي. لا عفوا، نمر اولا للمال والاعمال. هل هيكون فيه تغيير لاصحاب برج العقرب في شهر 10 2021؟
قرار تحرر واختيار. زي ما قلت لكم طاقة كويسة هتكونوا فيها إن شاء الله في شهر 10 2021، بعد طول انتظار وركود في كل حاجة. حاسين انتوا كمان يعني انه اتعمل لكم عمل، لا حياتكم هتتغير 190 درجة 190 درجة يا اصحاب برج العقرب. عفوا الماضي بتاعكم عانيتم زي ما قلت لكم، عفوا من توقيف حال، سواء من الناحية العاطفية أو المادية، سواء عمل سواء علاقات مع العائلة. حاسين يعني حسيتوا أنكم رغم يعني العيلة اللي عندكم، رغم الأسرة اللي عندكم، رغم أنكم عايشين مع الأب والأم والإخوة والأخوات أو الزوج أو الزوجة، حاسين نفسكم زي اليتامى اللي ما عندهمش أحد في الدنيا دي، وبتستنوا أن ربنا يعني يحرركم من الطاقة دي. حاليا بداية الأسبوع الأول لأكتوبر 2021، يعني شهر 10 من سنة 2021، حيكون فيه تحرر من الطاقة دي زي ما أنتم تمنيتوا. غالبا أنتم ناس يعني عندكم نية خالصة وعندكم إيمان بربنا قوي جدا جدا جدا، عشان كده هتتاح لكم في الأسبوع الثاني من شهر 10 2021، ستتاح لكم جميع الوسائل عشان تحققوا يعني مركز مرموق في المجتمع، سواء في العمل سواء في العاطفة أو في أسرتك أو أي حاجة أنتم بتخشوا لها، حتكونوا يعني زي الملكة دي، زي الإمبراطورة دي. يعني حيكون في تغيير من الحالة دي بتاعت الماضي إلى دي اللي هي أحسن. وغالبا يعني هيكون في خبر حامل للبعض منكم مستقبلا، نهاية شهر أكتوبر 10 2021. زي ما قلت لكم هتكون فيه فرحة ولا أروع، ربنا هيحرركم وينصفكم ويديلكم الحاجات اللي انتم عاوزينها إن شاء الله، وهتفرحوا. هيكون في يعني إمضاء عقود رسمية، يا إما ترسيم في عمل، يا إما تغيير منصب عمل، يا إما إيجاد عمل. حياتكم حتتغير 190 درجة إن شاء الله، خاصة في الأسبوعين الأخيرين من شهر 10 أكتوبر 2021. نمر دلوقتي كارت الساحر يتصدر يعني مركز القراءة الأولى تحت العمل والمال. ده بيقول إنه في انفراجات مالية، وهو محامل هنا العصا. العصا ايه عفوا؟ يعني السحر ده عنده السيف والعصا والكأس والنقود والورود دي اللي يعني محيطة بيه. البعض منكم زي ما قلت لكم بدأ في مشروع هو دلوقتي يستنى نهايته، فغالبا هنا هتنالوا 70% من الرضا أو من البشائر الكويسة في جميع الميادين، سواء العاطفة، المال، العمل، كارما أو دفاع عن النفس أو استرجاع حقوق إن شاء الله. نمر دلوقتي للجانب العاطفي لأصحاب برج العقرب. الجانب العاطفي، ماذا سيقول لنا التارو لكم؟ سواء كنتم مرتبطين متجوزين، هنشوف الكروت هي هتقول لنا إيه بدون ما نسأل. لا ترسيم علاقة. البعض منكم عنده إحساس إن زوجها بيخونها أو حبيبها كذب عليها. فيه سر حيتكشف إن شاء الله في تاني أسبوع إلى تالت أسبوع من شهر 10 أكتوبر 2021. فيه خيانة هنا، فيه علاقة ثلاثية ستكتشف إن شاء الله لأصحاب برج العقرب، وخاصة الناس اللي هي متجوزة. يا إما أنت عشيقك هو متجوز وأنت مش عارفة وحتكتشفي ذلك، يا إما أنت متجوزة وحتكتشفي أن جوزك خانك أو تجوز عليك عرفي للأسف.
في ايه كمان؟ لا يعني هنا ولا أروع عليكم إن شاء الله. فيه ترسيم علاقة للي هم عزاب لعمرهم ما تجوزوا أو المطلقات أو الأرامل. عندكم ترسيم علاقات، البعض منكم دخول في علاقة عاطفية والبعض الآخر ترسيم العلاقة رسميا يعني بخطوبة، وخاصة يعني مع برج الأبراج الهوائية دلو ميزان وجوزاء، كمان برج العذراء وبرج الثور. دي الأبراج اللي ظهرت مع أصحاب برج العقرب للعلاقات اللي هتترسم إن شاء الله. غالبا هنا في خيانة، في خيانة هنا كمان، خيانة زوجية أو خيانة مع عشيق. الخيانات هنا بتتأكد يعني بتترسم. في خيانة هنا من طرف رجل، الرجل ده برجه برج ناري، أسد قوس أو برج الحمل. في خيانة هنا ومع إنسان، مع إنسان. إذا كنت أنت رجل، الخيانة هي مع أحد يعني أحد الأقارب أو أحد الأصدقاء أو أحد الجيران. إذا كنت أنت امرأة تتفرجي، الخيانة هي من واحدة أقرب الناس ليكي للأسف. زي ما قلت لكم في الأول، البعض منكم عنده بشارة خلفة إن شاء الله أو بشارة حمل. غالبا البعض منكم حامل وحتولد يعني أواخر أسبوع شهر 10 أكتوبر 2021، والبعض الآخر هيكون في طلاق للأسف. اللي هم في صدد المحكمة هيكون في طلاق للأسف، حتى ولو يعني عندكم أطفال، فيعني ربنا هيدي لكم حقكم وحق أولادكم عن طريق المحكمة. زي ما نشوف الست دي حامل وبتقطف التفاح عشان تاكلها، يعني رزق من عند ربنا، وربنا هيعوضكم إن شاء الله. أوكي، إيه هي نصيحة أو عفوا نشوف السفر والصحة لأصحاب برج العقرب. السفر والصحة، هل حيكون فيه تطور؟ لا، في سفر، في سفر ومؤكد 100% لأصحاب برج العقرب. أولى ولا أروع؟ الأوراق كلها واضحة قدامكم؟ أيوة. فيما يخص السفر، عندكم سفر إن شاء الله، وحتى هتستقبلوا يا إما رسالة يا إما إيميل يا إما مكالمة، حتى يعني هيستدعوكم لأخذ تأشيرة السفر أو يعني يدلكم بشرة السفر اللي أنتم بتستنوه. البعض منكم غالبا يعني عنده السفر ده، يا إما أنتم في بلد آخر وتستنوا استرجاع حقوق أولاد في الميراث. هتحققوا الطلب ده إن شاء الله، وهتتحققوا يعني تتوصلوا على يعني الأموال دي أو الميراث بتاع الأولاد بتاعكم إن شاء الله، غالبا في نهاية فصل الشتاء. كمان اللي هم عندهم مرض، الثلاث أوراق دي أهي قدامكم، الثلاث أوراق دي
تنص انه الناس اللي هم مرضى عندكم ان شاء الله تشافي وتحرر من طاقة المرض ده في اواخر فصل الشتاء ان شاء الله، او بعد 3 اشهر من يوم مشاهدتكم لهذا الفيديو. غالبا يعني البعض منكم سيستدعي للأسف عملية جراحية في المستشفى في أواخر فصل الشتاء. طب هل ستكون العملية دي كويسة لكم؟ نعم، غالبا في مكان آخر. نعم، غالبا العملية دي ستقام في ليس في نفس البلد بتاعك أو نفس المدينة، في تغيير المكان لعمل عملية جراحية. إلى هنا وصلنا لنهاية قراءة أصحاب برج العقرب لشهر 10/2021. أعتذر عن هذا الصداع، الجيران بيرنموا في بيتهم. هنشوف دلوقتي إيه نصيحة ملاكك الحارس يا أصحاب برج، يا صاحب برج العقرب لشهر 10/2021، أو إذا كانت النصيحة غير يعني ما يتضمنه شهر 10/2021. النصيحة The Four of Air، يعني الأربع سيوف. هنا نصيحة ملاكك الحارس بيقول منك إنك يجب أنك تاخد قسط من الراحة وتعمل نوع من التشافي لنفسك من حاجة أرقتك لمدة طويلة من الزمن. حاول تتخلص من طاقة الحزن دي، وحاول تتخلص من طاقة العزلة اللي انت فيها أو اللي انت فيها، عشان تقدروا توصلوا للأحلام بتاعكم، وحتوصلوها بقدرة ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. نمر دلوقتي لقراءة أصحاب برج السرطان لشهر 10 أكتوبر 2021. يلا هنبص على الطاقة الحالية بتاعتكم. طاقة هوائية، طاقة برج الدلو وتحقيق أمنية. عندكم مناكم ومنع عنكم انكم تحققوا امنيه في مجال ميدان، يعني من الناحيه الماديه لتحقيق مشروع ما عشان تنجحوا في المشروع ده. البعض منكم يعني اذا ما كنتوش 80% بتفكروا في مشروع، والمشروع ده محتاج فلوس، وعاوزين الفلوس دي، يعني امنيتكم ان الفلوس دي تدخل حياتكم عشان تقدروا تحققوا الامنيه دي. البعض منكم عاوز يتخلص من طاقه سحر وما عندوش فلوس، بانه بيعاني من اثار علاقه ثلاثيه في حياتكم، بس يعني عندكم بلوكاج من الناحيه الماديه، مش قادرين تلقوا الفلوس اللي هتساعدكم على التخلص من يعني السحر ده اللي عمل ما بينكم ما بين الرجل ده اللي يؤكده كارت برج الحوت. زي ما شوفنا وش راجل محتار ما بين اتنين، فانتم عاوزين تنزعوا السحر ده او الحاجة دي اللي معطلة حالكم. وللأسف يعني مشكلة المال محيركم جدا، وعندكم امنية عاوزين تحققوها، دي الطاقة الحالية بتاعتكم. طب سيبونا اتكلم، يعني سيبونا اتكلم يا بنات، سيبونا اتكلم. بس يلا طاقة، بما انه سقط لوحده هنضيف له كارت طاقة شهر اكتوبر معكم. ازاي هتكون؟ ولا اروع. هتقولوا لي ازاي ولا اروع وفي كارت الفايف اوف كابس كده؟ لا، اشوفك كده انسان براضي انسان زعلان. يعني طاقة الأسبوع هي طاقة السلمية، يعني السلام، طاقة تصالح، طاقة رجوع المياه لمجاريها، غالبا عودة منفصلين، عودة يعني المال والازدهار في حياتكم، عودة الفرحة في حياتكم إن شاء الله. دي الطاقة اللي هتكون عندكم إن شاء الله في شهر أكتوبر 10/2021. طب إيه الحاجة اللي هتخرج؟ الحيرة اللي عندكم،
شفناها في الطاقة العامة بتاعتكم الحالية. يعني شوفوا الحاجة اللي هتخرج، الحيرة دي، الطاقة اللي فرقت ما بينكم الناس، وخاصة اللي عندهم علاقات غرامية، يعني علاقات ثلاثية، وانتم حيرانين في يعني ايه اخر العلاقة دي، ايه اخر المطاف. هتخرج التركيز في التفكير ده، والطاقة السلبية دي هتخرج من حياتكم. طب ايه الحاجة اللي هتدخل لحياتكم يا اصحاب برج السرطان؟ هيدخل لحياتكم انكم هتكونوا مستعدين في شهر 10 اكتوبر 2021 بطاقة دي، بطاقته هو، بطاقة الشهر ده، طاقة السلمية والسلام يعني والانفراجات وكل حاجة. هتكون عندكم تغيير ولا أروع إن شاء الله، والقرار هيكون في إيدكم أنتم. حتى ولو كانت من الناحية العاطفية فيه رجوع، أنتم هتكونوا بالمرصاد ومش هترضخوا للرجوع ده يعني بسهولة، وخاصة إذا كنتم مرتبطين مع الأبراج النارية والأبراج الترابية. ده أهم ما هيميز عامة شهر 10 2021. هنشوف دلوقتي المال والأعمال، هل هيكون فيه تحسن؟ كارت الطاقة العامة بتاعتكم تحقيق أمنية مال وأعمال. شوفوا هنا كنيسة، كارت برج الدلو، وهنا انفراجة مالية، يعني فيه أمنية محققة بالدعاء. غالبا البعض منكم إذا ما قلتوش 95% تدعوا كتير في صلواتكم وتعملوا صلاة الاستخارة، ويعني تطلبوا ربنا إنه يساعدكم في الانفراجة دي، وحتحققوا الانفراجة دي المادية إن شاء الله، وخاصة في الأسبوع الثالث من شهر 10 أكتوبر 2021. شوفوا هنا البعض منكم اللي هما بيشتغلوا دايما، يعني الأتعاب بتاعكم لا تقابلها حاجة يعني مقابل كويس، دايما تتعبوا كتير وما تنالوش كتير، ودايما كده حزنانين وتعبانين لكل الجهد ده اللي حطيتوه في العمل بدون نتيجة، بدون ما يكون عندكم يعني حقوق في المكان اللي انتم تشتغلوا فيه. بس عدالة ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم، وهنا كارت برج الدلو، كارت النجمة، يعني جاية في وسط القراءة، يعني في وسط بداية القراءة، يعني الأمنية المحققة في المال والأعمال، في المال إن شاء الله، وكمان في الأعمال إن شاء الله ربنا هيرجع لكم، هو الحكم اللي هيرجع لكم حقكم مع الإنسان والإنسانة اللي ظلمتكم في الشغل بتاعكم. ستميزون بأعمالكم قدام الناس اللي كانت يعني عاملة عراقيل في طريقكم إن شاء الله. نمر دلوقتي للصحة والسفر. الصحة والسفر هنستعمل كروت لغة كلوجي. يلا هنشوف الكروت هتقول لنا ايه. ولا أروع، في مشاكل كتيرة بتقابلكم فيما يخص السفر والصحة. البعض منكم بعد يعني مرور وقت معتبر سنتين ونص، 3 سنين، سنة ونص كده، وانتم بتعانوا من مرض مش كويس، فالحمد لله هتتشافون وتتعافون إن شاء الله، كما نرى اليرقة دي بتتحول لفراشة جميلة. وكمان يعني ثالث كارت الأموال دي، يعني فيه رزق من الصحة من عند ربنا ليكم إن شاء الله، والخروج من الطاقة دي مش كويسة اللي تعباكم منذ مدة زمنية اللي ذكرتها، سنة، سنتين ونص، 3 سنين كده.
معظمكم عنده حيرة وتساؤلات، ليه حياته دايما كده فيها عدوانية وفيها يعني دايما ألام، ودايما تجازون يجازى المعروف بالشر والعدوانية كده، دايما عندكم حيرة ليه انتم طيبين في الأصل، ليه يقابلونكم كده؟ غالبا انتم شاكين انه عندكم سحر مش قادرين يعني تتخلصوا منه. شوفوا هنا الناس اللي عملت عملية نزع سحر، ما بتكلمش عليكم انتم، خلاص يعني قطعتم السحر ده وتحصلتم على الصدفة دي اللي هي في وسط المية الزرقاء دي اللي انتم شايفينها هنا، وفي كروت لوراكلوجي بتدل يعني معناها انه زي ما قلت لكم بعض الأحيان لما الأوروبيين يريدون قضاء بعض الأوقات الممتعة في العطلة الصيفية بتاعتهم بيروحوا لأونولولو وإلى هاواي وميامي، ويعني شواطئ جميلة فيها الصدف ده، يعني مكان راحة واستجمام، هتستريحوا من طاقة السحر ده اللي هتتنزع. الناس اللي ما نزعتش سحر، انتم دلوقتي عارفين انه عندكم سحر ويجب انه يتنزع عشان تحققوا التغيير ده اللي انتم بتنتظروه في حياتكم، سواء الصحة الروحانية او السفر. بس المشكلة الرئيسية اللي عندكم حيرة في يعني في المال عشان تقدروا تحققوا يعني الحاجة دي الكويسة اللي هي قدامكم. فحاولوا يعني البعض منكم يحاول ينزع السحر ده، دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فما يجيش واحد يقول لي لا أنا ما عنديش كده وأنا ما فكرش كده. إذا ما عندكش الحاجة دي القراءة دي مش ليك، فدي قراءة عامة يعني مستحيل تنطبق على الجميع. إن شاء الله ربنا ينور بصيرتكم. نمر دلوقتي للجانب العاطفي. هيقول لنا ايه الجانب العاطفي بتاعكم بكروت مادموزيل لنورمان. في حظ انه يكون في ترسيم خطوبة وجواز. شوفوا هنا غالبا البعض منكم اللي هم عزاب، سواء مطلقين عمركم ما تجوزتم او ارامل، انتم يعني عن البعض منكم عندكم علاقة مع انسان غريب، يعني يا اما اكبر منكم سنا، يا اما يعني لا يقيم في نفس البلد بتاعكم او لا يتكلم اللهجة بتاعتكم او مختلفين في العقيدة او في السن. غالبا انتم دلوقتي تلعبوا ضربة لعبة الحظ، فيعني حاسين ان الانسان ده معجب بيكم، بس يعني الانسان ده لم يصرح بمشاعره، لكن في الحقيقة الإنسان ده عاوز يرتبط معاكم بس مستني يعني الوقت المناسب عشان يقول لكم الحاجة دي، وغالبا هيفصح بمشاعره يا إما في أوائل أسبوع شهر 10 2021، يا إما في أوائل تاني أسبوع 12 13 11 10 2021، سيتقدم يعني ويصرح لكم على حبه وعلى رغبته، عفوا، على أنه عاوز يرسم علاقتهم عفوا معاكم. الناس اللي ما عندهاش تواصل مع الإنسان ده والإنسانة دي اغتنموا أسبوعين، اغتنموا من 9 10 2021 لغاية 23 10 2021، هيكون في يعني بوابة الحظ هتتفتح زي ما نشوف كده، باب القفص مفتوح قدام لعبة الحظ دي، فيه بوابة حظ هتتفتح إن شاء الله هتساعدكم على إنكم تغيروا الوضعية بتاعتكم من عازبة يعني، والعزاب مش ما ترتبطش بالعذرية في قراءة التارو، عزاب يعني عمركم ما تجوزتم أو مطلقين أو أرامل، هيكون في انفراجات ليكم إن شاء الله، ترسيم علاقة وخطوبة إن شاء الله، وخاصة مع الأبراج الهوائية والنارية.
البعض منكم ردوا بالكم على أولادكم، ردوا بالكم في تحذير، ردوا بالكم على أولادكم، أو إذا كنت حامل ردي بالك على الحمل بتاعك، وخاصة إذا كنت في الشهر الرابع أو الخامس ردي بالك، لأن هنا فيه تقريبا مشكلة هتحصل. بس إذا رديتي بالك على يعني الديات بتاعك والرجيم بتاعك هتكون يعني تمر الأمور بسهولة وبدون صعوبة إن شاء الله. في تحقيق أمنيكم يخص الخلفة، هنا فيه رجوع لمنفصلين سواء كنتم مطلقين أو يعني غير مطلقين، يعني عشاق فيه رجوع إن شاء الله مع الأبراج زي ما قلت لكم الهوائية والنارية والترابية قليلة جدا، يعني الطاقات دي ظهرت أكتر من الطاقات الأخرى، يعني المائية هي الأخيرة تتصدرها الطاقة النارية الهوائية بعدين الترابية بعدين الأبراج المائية اللي زيكم، وخاصة برج الحوت وبرج الأسد برج الحمل القوس برج الثور. فيه رجل للأسف هو اللي بيشتغل في السحر، هو اللي بيعمل لكم سحر عشان تقعدوا في العلاقة بدون كلام وبدون ما انكم تنتفضوا على المأساة اللي انتم عايشينها. هيتكشف ليكم الانسان ده، الرجل ده هيتكشف ليكم، هيتكشف وتحققوا الأمنية بتاعتكم. في كارما هترجع على الانسان ده لأنه هو بحد ذاته بيستعمل السحر يعني بإيده. بمساعدة الوالدة بتاعته. بس ربنا هيكشفهم. في رجوع كارما زي ما قلت لكم عليه. في رجوع كارما عليه وفي يعني خروج طرف ثالث بمساعدة أحد المقربين ليكم، وخاصة الناس اللي عملت عملية فك نزع سحر كده نزع سحر تفريق، هيحصل نوع من الخناقة ما بينكم وما بين الطرف الثاني ده زوجك أو حبيبك ووالدته، كمان هتصاب بمرض يا إما حادثة يا إما مرض، يا إما ستقع من الشرفة يا إما هتحصل لها حادثة ستصاب يعني في رجلها وفي الكتف بتاعها، هتمر عليها 4 أسابيع كحد أقصى وتتوفى ككارما ترجع عليها الإنسانة دي إن شاء الله. والطاقات قلناها. دلوقتي هنشوف نصيحة الملائكة لكم يا أصحاب برج السرطان، ماذا ستقول لكم، ماذا بماذا سينصحكم ملاكك الحارس. سبحان الله، دمون كرت برج الحوت، هنا بينصحكم انكم تتوكلوا على ربنا واحلامكم وامانيكم وامنياتكم محققه بقدره ربنا سبحانه وتعالى. زي ما نشوف البنت دي هنا قاعده على القمر بدون خوف وترمي في النجوم دي اللي تعبر على يعني كروت يعني كرت برج الدلو النجمه اللي هتحققوا بها الامنيه اهي، يعني اهي الكارت ده اهو، يعني كل اللي قلناه في التوقعات دي امنيتكم محققه بقدره ربنا سبحانه وتعالى يا اصحاب برج السرطان. فيعني ثبتوا ثقتكم بربنا وصلتكم بربنا وربنا حيتولى امركم بنفسه سبحانه وتعالى. واتمنى لكم كل خير إن شاء الله. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه التوقعات، أقول لكم شكرا لانتباهكم ولإصغائكم، وإلى الملتقى بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. مع السلامة.